اللهم مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتابع بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس قائم جزئي مع احتمال زخات أمطار رعدية مع 19 درجة مئوية الملموسة 18 والرطوبة 55%، أما الرياح تكون خفيفة أسرع. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد بإذن الله في باقي مناطق المملكة، تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي وتهطل زخات رعدية من الأمطار عشوائية الطابع. إربد تسجل 30 إلى 19، مفرق 32 إلى 20، جرش 31 إلى 20، عجلون 27 إلى 18. المنطقة الوسطى على العاصمة عمان أيضا فرصة لزخات رعدية من الأمطار 30 إلى 20، الزرقاء 32 إلى 21، البلقاء 30 إلى 20، مأدبة 31 إلى 18، والبحر الميت 36 إلى 24. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الكرك 27 إلى 17، الطفيلة 27 إلى 18، والشوبك 25 إلى 18، معان 32 إلى 19، والعقبة 37 إلى 23. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، الرويشد 34 إلى 22، الصفاوي 36 إلى 22، والأزرق 36 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.